وأتقدم بالشكر الجزيل لكل الشركاء الفعالين وكل من ساهم بقريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة الإعلامية الإشعاعية. فعلا سعادة كبيرة تمرني وشعور دافئ ورقيق شعرت به وأنا أصدق ابتسامتي من وسط ابتسامات الحضور الكريم، خاصة أعضاء النادي، نادينا الحبيب، نادي الصحفيين الشباب الذين جعلوني أزداد اعتزازا وفخرا بانتمائي لهذا النادي العريق، هذا النادي الضاربة جذوره في تاريخ الأندية المتألقة والفعالة بثانوية الفتح التأهيلية. نادينا اليوم يحتفل بذكراه العاشرة، ذكرى 10 سنوات من التفوق، 10 سنوات من العطاء والعمل المتواصل، أفرز العديد من المواهب وفجر الطاقات الكاملة في تلامذته، ولم يتوقف تأثير نادينا عند هذا الحد، بل تجاوزه بصنع شخصيات قوية على مستوى الإلقاء والحضور. أتحدث هنا عن مهارات معرفية وتواصلية لا يمكن للفرد اكتسابها إلا بممارسة أنشطة نوعية من قبيل تلك التي يقدمها أو التي داءب على تنظيمها نادي الصحفيين الشباب. وفي الختام حتى لا أطيل عليكم أتقدم باسم قدماء نادي الصحفيين الشباب برسالة شكر لأبينا وأستاذنا وصديقنا الأستاذ عبد اللطيف الرامي. شكرا أستاذ على جهودكم وعطائكم اللامحدودين لهذا النادي، لك منا كل التقدير والاحترام على المجهود الذي قدمته دون كلل أو ملل. تحياتنا لك بلا حدود وعمرك كله تفوق وتألق وورود. شكرا.